بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. دايما لما بلاقي أي حاجة جديدة خاصة بالسكر، مرض السكر، سواء من النوع التاني أو النوع الأول أو أي بحث يظهر، دايما بقدمه لكم وبنشرحه بطريقة مبسطة توصل لكل الناس. عندنا النهاردة بحث بيقول ان في يقدر يحقق بطريقة معينة نشرحها في البحث ده، نقدر نحقق نسبة شفاء من مرض السكر بنسبة 44% من عدد المصابين بمرض السكر إذا عملوا الأشياء اللي موجودة في البحث. البحث اتعمل على 328 مريض في أكثر من 16 مستشفى في الصين، واتنشر في أكبر المجلات العالمية، مجلة اسمها بي ام جي اللي هو بريتش ميديكال جورنال أو الجورنال الطب البريطاني، واتعمل على 328 مريض. دول اختاروهم بعناية ازاي؟ اول حاجة، اول اختيار لهم ان هم ما فاتش عليهم اكتر من 6 سنين مصابين بمرض السكر، يعني حديثي الاصابة بمرض السكر. تاني حاجة، اعمارهم بتتراوح من 20 ل 70 سنة مصابين بمرض السكر التاني، واما ما بياخدوش علاج، كانوا بس ماشيينهم على نظام غذائي، او كانوا بياخدوا جلوكوفاش بس، مفيش ولا واحد فيهم دخل له بقى في الادوية ايه التقيلة، اي ادوية تقيلة ادوها له، لا ما بدأوش في الحاجات دي لسه، ده من الشروط. ولا واحد فيهم جات له يعني نقص شديد في الوزن في خلال 6 اشهر اللي قبل بداية الدراسة، ولا جات له اي مشاكل، او كان بياخد ادويه من اللي قلنا عليها اللي هي ايه، ادويه علاج السكر الاخرى. مختارونهم بعنايه بحيث يشوفوا هل يقدر الانسان اذا في خلال الكام سنه الاولانيين، ال6 سنين الاول، اذا اكتشفنا ان عنده السكر من النوع الثاني، هل نقدر نحقق شفاء عنده، والنسبه قد ايه، والكلام ده. وايه بقى النظام اللي هيدوه؟ قسموا الناس دول لمجموعتين. مجموعة ادوها الدواء اللي اسمه دابا جليفلوزين، ده اسم المادة الفعالة. المادة الفعالة دي موجودة في علاج او اقراص اسمها فورسيجا، وفي لها بتركيز 10 ميلي جرام، ده اللي هيدوه للمجموعة اللي هي الايجابية اللي هتاخد العلاج. وفي بدائل له في مصر كتير، دابا فيلداكتين وديجلي فلوز، هنتكلم في اخر الحلقه على البدايل، على الدواء والبدايل وبيشتغل ازاي. المهم الدراسه اتعملت، نصهم هياخدوا العلاج ده، والنص الثاني ده هيبقى الايه، الكنترول السلبي اللي مش هياخد العلاج، والاثنين هيمشوهم على نظام غذائي يخفض لهم السعرات او يدوهم يعني سعرات اقل في اليوم ب 500 ل 700 سعر عن المعتاد. النظام الغذائي ده هم هيحددوه لهم ويقولوا لهم تاكلوا ايه وتشربوا ايه، ومدينهم بقى برنامج على الموبايل بحيث يسجلوا كل اللي بياكلوه ويشربوه في خلال فترة الدراسة اللي هي سنة بحالة 12 شهر. بعد ال 12 شهر لقوا الآتي: المجموعة اللي ماشية على البرشام ده، الدواء ده، العلاج ده، وبالنظام الغذائي خست حوالي 5 كيلو في المتوسط. وانا نسيت اقول ان الجماعه الصينيين دول بيلتزموا باللي بيتقال، يعني لقوا ان نسبه الالتزام فيهم بالتعليمات سواء المجموعه الايجابيه او المجموعه الكنترول اكتر من 91%، مفيش واحد ايه ما بياخدش العلاج ويمشيش على النظام الغذائي، بيسمعوا كلام الجماعه الصينيين يعني. فلقوا ان هم بعد السنه في ناس، الناس اللي واخد العلاج خست اكتر من 5 كيلو جرام، و 44% منهم شفوا من السكر. ازاي شفوا من السكر؟ ان هم بطلوا العلاج ولمده شهرين واكتر من شهرين بعد الاقلاع عن العلاج ما بيحتاجوش اي تدخل، يعني رجع تاني زي ما كان، ما بياخدش علاج لفترة بعد الدراسة دي، 44% مقابل 25% في المجموعة اللي مشيت على النظام الغذائي فقط. بحب أقول كمان إن في البحث بيقول إن في يعني فوائد إضافية حصلت عند المجموعة
اللي بتاخد الدابجليفلوزين او الفورسيجا حصل عندهم ان ضغط الدم عندهم اتحسن، ودي حاجة كويسة اللي عندهم ضغط دم مرتفع الى جنب السكر. وفي كمان نسبة الدهون في الجسم قلت، الكوليسترول الضار عندهم نسبته قلت. طبعا ده كل ده ايه بسبب النقصان الوزن بتاعهم. فده ملخص الدراسة باختصار. ف44% من مجموعة الناس اذا مشيت على العلاج ده مع نظام غذائي ممكن يشفوا من السكر. لكن الدراسة طبعا ما حددتش هل هو بقى فضلوا بقى بعد الشهرين دول شفاء من السكر ولا رجع لهم تاني السكر. طبعا ايه دي عاوزة متابعة تانية. وبعض الاشخاص بعد ما يشفوا من السكر على الانظمة دي او حتى على النظام الغذائي بيرجعوا تاني يلخبطوا في الاكل وكده وبيرجع لهم تاني السكر مرة تانية. فالدراسة دي بتدي امل الى حد ما، يعني الى حد ما في شفاء من السكر اذا كان المريض لسه مكتشف السكر عنده حديثا، يمكن ان السكر يعكس. لكن كان في بقى دراسة قبل كده معمولة في امريكا عن الشفاء من السكر برضو، وانا شرحتها، عن الشفاء التام من السكر، عملها واحدة ست اسمها الديكولينج في، ودي قالت ان عشان تشفى من السكر لازم الوزن يقل بنسبة 25%، ربع وزنه يقل. وعشان يحصل الكلام ده لازم حاجة من الاتنين، يا اما نعمل له عملية جراحية قص معدة ماشي اسمها بارياتريك سيرجري، او نديله دواء غالي جدا اسمه المونجارو نازل في امريكا جديد، الكورس الشهر بس ب 25-30 ألف جنيه مصري، ده بعد التخفيض في مصر، لكن في امريكا اغلى من كده كمان، ويمشي عليه لمدة سنة اسمه مونجارو. ده اللي اخده الرجل اللي اسمه ايه بتاع تسلا، ده اسمه إيلون ماسك بتاع تسلا، ده كان تخين كده وراح ماشي على المونجارو ده، خس دلوقتي وبقى زي الفل. فعشان تعمل الكلام ده لازم ايه تعمل عملية غالية وعملية متعبة، يا اما تاخد الدواء الغالي او كامل. فده بقى النظام الصيني ده بيقدم لنا بديل رخيص له، حاجة رخيصة. البرشام ده موجود في الصيدليات ومتوفر وسعره مش غالي يعني نسبيا، يعني العلبة 300 جنيه مصري حاجة زي كده في الشهر. ده العلبة اللي هي الشركة الأصلية، شركة فورسيجا 10 ميلي جرام. في بدايله زي ما قلنا دابا فيلداكتين 10 ميلي جرام، وديجلي فلوز 10 ميلي جرام، وحتى انت لو رحت للصيدلي وقلت له انا عاوز الدابا جليفلوزين في اي شركة منه ماشي نقيلي حتى ارخص سعر ده، بس طبعا لازم تستشير الدكتور، ولازم كمان يكون في نظام غذائي يعني، ولازم كمان يكون السكر ما فاتش عليه فترة طويلة. ليه بقى؟ لان السكر لو فات عليه فترة طويلة البنكرياس بيبدأ يرهق، وخلايا المنتجة للانسولين اسمها خلايا البيتا بتبدأ تقل في العدد، يعني يخش في حاجة مشابهة كده بالسكر النوع الاول، ومع الوقت لغاية ما تركيز الخلايا دي يبقى 10% يعني 90% من الخلايا راح، بنسميه بقى عامل زي السكر النوع الاول، ولازم نديله انسولين، بقى انسولين ديبندنت يعتمد على الانسولين، ولازم ياخد انسولين ويمشي بقى على الانسولين ورحلة الانسولين. واتكلمنا على في حلقات قبل كده على الانسولين وانه ما ينفعش يتاخد لوحده والكلام ده. في حلقة ارجع عندنا مجموعة كاملة من الفيديوهات عن مرض السكر. بالنسبة لنا الجماعة اللي كانوا كلموني على الشفاء التام من السكر ده، بالذات للجماعة اللي عدى عليهم 5 و6 سنين وبقوا يعني كده مسكرين على طول وما أكثرهم، دول لازم يتعالجوا بالخلايا الجذعية سواء نوع أول أو النوع الثاني اللي بياخدوا الإنسولين. العلاج بالخلايا الجذعية ناس بتسألني عليه كتير، هو زي ما قلنا انه قرب جدا جدا يبقى يعني يبقى في الأسواق، وطبعا في الأول هيبقى غالي لكن بسرعة جدا هيتوفر في المراكز. وفيه انا بجمع أبحاث عليه بحيث ان انا أحدث حاجة بحيث ان انا أعرضها في حلقة ونشوف وصل يعني الناس وصلت لغاية فين في
في موضوع الخلايا الجذعية، لأن دي الشفاء التام من السكر هيبقى بالطريقة دي إن شاء الله. ده اللي عندنا النهاردة، أو الخبر اللي عندنا النهاردة، وأرجو أن يكون مفيد لكم. وإذا كان يعني عجبتك الحلقة اشترك وفعل الجرس، وأنا بشكر كل الناس اللي انتسبت للقناة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.